برحب بدكتور عفت السادات عضو غرفة التجارة المصرية البريطانية. اهلا وسهلا دكتور. مساء الخير، اهلا بيك. مساء النور، ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا بيك. يعني يا ريت كده تقول لنا هذا المؤتمر النهارده اللي داير عشان نوصل منه لايه من خلال هذه الغرفة، وهل فعلا في زخم بريطاني زي ما احنا متوقعين ولا الظروف مخليهم مش باصين على مصر قوي؟ يعني الحقيقه النهارده كانت فرصه كبيره من خلال مبتدا مصر لاداره التجاره الدوليه اللي تشرفنا الدكتور مصطفى مدبولي ب يعني القاء كلمته. يعني انا بتصور ان تعزيز الشراكه والتعاون بين الشركات المصريه والبريطانيه بالتاكيد هيعود بالنفع على الوضع الاقتصادي للبلدين. ولازم نقول ان مصر يعني هي موقعها كمركز التجارة وكبوابة لأفريقيا نستطيع من خلال التعاون المثمر مع الشركات البريطانية ان احنا يبقى لنا دور هام في توفير تعاون حقيقي ومثمر للبلدين. احنا عارفين ان مصر في الوقت الحالي بتفعل دورها التجاري والاقتصادي في افريقيا، وبالتالي الشراكات مع الشركات الكبرى مطلوبة حتى نستطيع ان احنا نتواجد بقوة ونفيد القارة الافريقية، باعتبار ان مصر من الدول يعني الكبيرة والرائدة في افريقيا. برضو من الحاجات اللي كانت هامة جدا النهاردة الحقيقة في النقاش عرجت الدكتورة هالة سعيد ايضا في شرحها السريع للتحديات اللي واجهت مصر من 2011، واتكلمت والحقيقه ده الشيء اللي اسعدني اهتمام الدوله بالمشاركه ما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومه في امور التنميه والتنميه المستدامه، وده شيء بيشجعنا كلنا في قطاع الاعمال ان احنا نبقى حريصين على المشاركه وحريصين على التواجد الحقيقه. يعني ايضا طب دكتور عفت، رؤيه مصر 2030. دكتور عفت يعني اسمح لي طبعا احنا عشرة واصدقاء، ويعني كتير قوي التقينا على الهوا، مش عارف يمكن ما قالولكش ان انا اسامة كمال، بالمناسبة يمكن ما قالولكش وانت طالع على الهوا ان انا اسامة كمال، فقلت يعني ابلغك بالمعلومة دي. حضرتك عارفني؟ لا طبعا انا عارف ان معايا اسامة حبيبي طبعا. تمام. طيب دكتور عفت، بما ان احنا حبايب كده فتعال نطلع البروتوكول برانا، والبروتوكول اللي احنا قلناه في الشوية اللي فاتوا دول. طول عمر بريطانيا عارفة ميزة موقع مصر، وطول عمر موقع مصر هو موقع مصر. يمكن مكانة مصر النهاردة أفضل مما كانت عليه في فترة من الفترات، ولكن خلينا نقول إيه الجديد. يعني بريطانيا ما كانتش عضو اتحاد أوروبي، ثم أصبحت عضو اتحاد أوروبي، ثم بدأت تخرج من الاتحاد الأوروبي. مصر عندها إيه تقدمه غير الكلام اللي احنا قلناه في كتب التاريخ وكتب الجغرافيا وكتب التربية القومية؟ عندنا إيه النهاردة ممكن نقوله للناس دي؟ دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الناس دي احنا شايفينها في بعض شركاتها الكبرى، وحضرتك عارف انها بدأت تخرج من السوق المصري مش تدخل السوق المصري. فخلينا قولي بقى بصراحة حضرتك رؤيتك ايه، وحضرتك استاذنا رؤيتك ايه، وهم بيخرجوا من عندنا هنا ببعض شركاتهم واحنا شايفين ان هم في ازمة بسبب خروجهم من الاتحاد الاوروبي، وان احنا لابد اننا نعد عدة ليهم عشان خاطر ينقلوا بعض صناعاتهم لعندنا هنا. ايه اللي بجد بيحصل على الارض؟ يعني خليني يعني انا مش متفق معاك ان مساله الخروج. ماشي، موافق. تمام. يعني مساله منظمه قد ما هي توابع لظروف ومتغيرات دوليه، ويمكن حضرتك اشرت الى الخروج من الشراكه الاوروبيه، وانا اعتقد ان دي فرصه كبيره لمصر، ان مصر الحقيقه عندها من المشروعات الكبيره والكثيره التي تستطيع انها تتعاون وتستفيد من هذه الشراكه مع دوله كبيره زي ايه يا دكتور؟ احنا عندنا مشروعات مفتوحه في البنيه التحتيه، يعني حدث ولا حرج، احنا عندنا كميه مشروعات، في منها ما ينجز على الارض حاليا وفي منها ما هو مستقبلي في قطاعات متعدده. وخليني اشير لك في قطاع واحد بس، هو البترول والغاز. احنا في شراكه كبيره مع
بريطانيا في هذا المجال. بريطانيا ومع بريتش بريتش بتروليوم تمام في استثماراتها في مصر، فاحنا مش عايزين نقلل من حجم. بس خلي بالك برضو هي بتبيع كونسيشنز من بتاعتها، من بتاعه بريتش بتروليوم، ابتدت تبيعها لبعض الشركات العالميه الاخرى. ده امر طبيعي، كل الشركات البالتي ناشونال يا كمال يا اخويا لازم نبقى فاهمين انها جاي عشان تكسب وجاي عشان تمام تعمل استثمارات وتحقق من وراها. انا بس الشيء بالشيء ذكر، بس يعني لما قلت البترول وبي بي طبيعي تمام. يعني انا عايز اقول لك يعني من الحاجات اللي لازم نبقى عارفينها ان هناك حجم مقرر في الفتره اللي فاتت من اتفاقيات بحث يعني مقدر لها استثمارات الفترة القادمة من 10 ل 15 مليار دولار، ودي أرقام في الوقت ده أرقام كبيرة جدا. احنا شايفين العالم من حولنا والركود والعزف على عدم وجود استثمارات كبيرة، فإن مصر تبقى في خطوات مدروسة أعتقد إن ده شيء مبشر. وال 15 مليار دول في قطاع البترول من بريطانيا فقط ده من بريطانيا بس. من بريطانيا ولا عموما في استثمارات ب 15 مليار من العالم كله؟ بريطانيا بريطانيا بنتكلم في حدود من 7 ل 8 تمام. بريطانيا في حدود من 7 ل 8 حلوين. انا بتكلم القطاع ككل في حدود ال 15. مش وحشين ال 7 8 دول تمام. طبعا مش وحشين ابدا. احنا المليار الواحد النهارده احنا محتاجينه محتاجينه طبعا.